نفسك يا عروسة. غيري حياتك واشتري التزاماتك يا قدرة. يا قدرة احنا بتوع الترابت تو نمبر وان مش نمبر تو. اوعى بطة بتعلى. اوعى بطة بتعلى. انورة انورة الحقي جوزك قبل ما يضيع منك. الفضائيات ما خلتش للمحليات حاجة. حاجة ما بنشتغلش غير باللاف بالقلب بالحب بالحب. وابو ميات في المولات عندنا بسبعة ونص. كله بسيفن اند هاف. تعالي يا أمورة كله بالحب بالحب. يلا بسكوتة نعملها معلم. روح كده فرد توتي نقسمها لو انت تستاش بقى كوبايتين شاي عشان نسيح من عينيا يا سيد المعلمين. السيح بدلع يقول لنا اتنطط عليه. حد يناولني خرسانة. يا صباح الفل يا ام امل. خمسين لسالم وستين ليا. ستين ستين ومص. عينيا لسالم وحبايب سالم. صباح الفل صباح الفل يا استاذ خيري. يا استاذ خيري يا كشكول يا اللي بتفتح العقول. عارف يا بسكوت انا بحبك جدا لانك دايما بتقول اسمي كده بتشهرني في السوق. بقول لك يا استاذ خيري الاقيش عندك كتاب اغاني عبد الاسكندراني؟ بس انت بتعرفش تقرا يا بسكوت. ما انا هسمعه. المعلم سالم قصدك في فانتا توتي لحسن اليوم طويل وشكله بيسقط والغسيل عمال بينقط. عينيا لسالم واللي منه واللي منه مزعلني. خد اديله البرشامه دي وما تخلوش ياخدها على الريق. ليه؟ هيجي له هبوط في الكبوت. حلاوته. الله يرحمك يابا سبتني اللي تسند عليه. الشرشيبو اموت على مهلي والعب في الاهلي. ابو اخته ما لاقيش يا اخويا عندك قميص نوم كده مشحلع. قالوا له في النور. ادي نام جنب فرده تيوبلس. وسع وسع وسع. احلى شاي لمصمم ازياء العشوائيات. الله يرحمك يا فرساتشي. راح مغمور عليه. اوعى خد انا اقول احبه ليه. انا اقول احبه ليه. اضف الى معلوماتك واقرا اللي جاي. يا مرارتك يا توتة. 121 124 123 كده يبقى 125 بالكمال والتمام. شكرا يا رب. خدي بقى دول 10. تشكر يا ست الكل. الهي يا رب يتربى في عزك ان شاء الله يا رب. عقبالك يا حبيبتي. عقبالك يا بسام. بقول لك ايه؟ ادي الكارت بتاع المحل اهو. اي طلبات احنا في الخدمه. شكرا قوي. السلام السلام. كباشي 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 كباشي. انت كباشي يا حلوه يا قطه. انت كباشي ولا كوته. نعملها يا معلم. عايزك تعدي على عادل الجزار تجيب لنا بقى حته من الموزه مشفيه. لمين؟ كباشا. كباشا؟ اذا كان انا لسه ما فطرتش. يبقى هات لك بقى طعميتين وانت راجع. يا سلام، يعني كباشا احسن مني؟ ايوه احسن منك. تعرف انت بتفكرني بالكلب ده بايه؟ لمين؟ فردة البوز يا بعيد. البوز؟ فردة البوز. فردة البوز كله عليا انا. يا سلام. يا معلم سالم الفردتين دول شمال، فين الفردتين التانيين؟ ضليت بواحد شبهك، خد اتنين يمين لبست اتنين شمال، ما احنا عايشين عشان نلبس. واللي خلق الباشا بنحب الحكومة. يا باشا انا بربي اليتامى. الله يخليك يا باشا. يا جمال نزروا يا ناس. وعينيه خضرا وبيضاني امريكاني. الباشا بتاعنا امريكاني. ايوه. ايه يا انت بارد؟ ما تخش كمان نجيب لك شاي. حقك عليا يا عم. يا رب ادي. كنت لسه قايل رساله طويله. يا باشا هو حد يقدر يفتح بوكه؟ ايوه. تشكر يا خالد بيه. كانوا واقفين لنا زي اللقمه في الزور. عيب عليك. انت عارفه كويس معلمه
لازم يرجع بقى، عايزين نحس بالهيبة. مش عارفة ارد لك جمايلك ازاي. خلاص اتكلم معاك. مع السلامة صفر. انزل هات الواد اللي عامل هوليلة تحت ده. حاضر يا خالد باشا. وانت بقى ايه حكايتك يالا؟ يا باشا هو حد يقدر يطول يسلم على الحكومة؟ دي حتة مصطبة بنيتها قدام البيت وقول مرتاح عليها ساعة العصرية. مسكوها دغدغوها على شيوخ القوة والإدارة وقالوا لي ده إشغال طريق. إيوة والإدارة. وقعدت أمك لظبطك على 90. بس ليه على ربيع روح أمك حب الطيور. ماشي خفيف. اطلع أنت بره يالا. شكرا يا باشا. يالا يالا يالا. إحنا هنستعرض روح أمك؟ إحنا هنهرج ولا إيه؟ اطلع أنت صفت بره. حاضر يا باشا. ايه حكايتك يا اه؟ فين بطاقتك؟ بطاقتي يا باشا. بس انا عارف الحكومه بتحب تسال السؤال ده واحنا علينا الحكومه. اسمك ايه يالا؟ ابو اخته. ابويا اخويا؟ ابو اخته يا باشا حيث الحنيه بربي في يتامى ربنا ما يكتبها عليك وعلى حد. اه ابو اخته. شغل يالا؟ مروج اشاعات. احنا هنهرج روح امك؟ باشا ما انت عارف البير وغطاء. هم كوتشيين على كام تيشيرت وبترزع. يا باشا الفرشه بتخش عندكم 100 حته بتطلع 20. عايزين ننقذ ما يمكن انقاذهم. وغلاوه النسر ده اللي بحبه بدون مبرر ومش عارف ليه. انا طول عمري صفحيتي بيضه ما اتكتبش فيها غير صح اللي هي على فوق دي وبالاحمر. خلاص بقى يا خالد بيه عند المره دي. ادوله البطاقه خليه يمشي. ماشي يالا عشان خاطر الباشا المره دي. الله يكرمك يا باشا. انا غلبان ومن اهل السلام وربنا لو عملت كده تلاقيني. طب بالنسبه بقى لحاجتي وحاجة الناس اللي وقفت تحت دي ابقى عدي على الحياة روح امك بكره وخدها. يا جمال الضابط بتاعنا ابو عين خضرا الامريكاني. احنا هنقف يالا ولا ايه؟ يلا بالسلامه. يلا يا ابو اخته يلا. بالراحه على الناس شويه يا خالد. الناس ما عادتش مستحمله. ما تقلقش يا عم ماهر انا عارف شغلي كويس. وبعدين النوعيه دي لعلمك ما تجيش غير كده. الهبه بتجيش بالقوه والافتراء على ما خلي ربنا يا خالد بيه. الهبه بتيجي بحب الناس وحب الناس ما بيجيش غير بالمعامله الطيبه. يا ابني انا لو عملت اللي انت بتقول عليه ده دول ياكلوني في الشارع. اجيب لك قهوه. ام لبنى اعمل ايه؟ سيد نازل اجازه من الجيش وجايب هدوم ياما وعايز اغسلها. يا اختي ان شاء الله تغسلي له يوم فرح. ربنا يخليك. بس القلب على القلب رحم. كنت قولي احط حته مشمع بدل من الغسيل يتمرمط. ما تجيبي بنت الهدمه اللي عليك تحصل عليك معايا. مفيش وقت يا نوجه. وبعدين دي ما بقالهاش اسبوع عليا. وسيبيني بقى اذاكر عندي مذاكره قد كده. بكره اول يوم في امتحانات الميد تيرم.